يعني أستاذ عاطف، هل حضرتك عندك شيء تطلعنا عليه بخصوص أجواء اجتماعات الجمعية العمومية، وهي أجواء كده يعني زي ما تكون في الظل السنة دي بتتعمل كده بلا زعماء والرئيس الأمريكي تقريبا لوحده يعني؟ لا، هو فعلا في غياب لرئيسين بارزين من زعماء العالم، الرئيس الروسي غير متواجد لكن يحل محل وزير الخارجية الروسي، كذلك الرئيس الصيني ليس متواجدا. هذا الغياب طبعا ملحوظ، لكن بيمثل كل من الرئيسين مندوب روسي، وزير الخارجية الروسي، وأيضا ممثل صيني. ولكن بدون شك هذه الاجتماعات مهمة للغاية، ليس من حيث الخطب والكلمات الملقاة، ولكن الأهم من ذلك بصورة عامة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنها تمثل فرصة فريدة تتجمع فيها أكبر أعداد ممكنة من زعماء ومسؤولين العالم، ومن هنا تأتي أهمية هذه المشاورات الثنائية. طيب، أتنقل مع حضرتك لمشاورة ثنائية مهمة، وهي مصر وإيران. في مايو الماضي وجه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وزارة خارجيته باتخاذ إجراءات لازمة لتعزيز العلاقات مع مصر. بتشوف حضرتك أن لقاء وزيري الخارجية الإيراني والمصري النهاردة أضافت إيه للعلاقات المصرية الإيرانية في القريب القادم يعني؟ شوف، العلاقات المصرية الإيرانية تتقدم خطوة خطوة، يعني السياسة المصرية تسعى إلى تحسين علاقاتها مع دول العالم جميعا، ولكن على أساس خطوة مقابل خطوة. ولذلك فإن العلاقات المصرية الأمريكية المصرية الإيرانية التي انقطعت تقريبا منذ عام 1980 لن يجب أن تعود دفعة واحدة مرة واحدة بعد هذا الانقطاع الطويل، وإنما هذه الاجتماعات هذه المرة وأيضا مباحثات سابقة تعد خطوات في طريق نحو تحسين وتطويع العلاقات بين الجانبين. والمبدأ الجديد الذي يسود العلاقات الدولية الآن ليس القطيعة بدرجة 100%، ولكن إذا كانت حتى هناك اختلافات بين دولتين فمن الممكن لهاتين الدولتين أيا كانت، طبعا نحن نتحدث اليوم بالتحديد عن مصر وإيران، من الممكن أن يبحث الطرفان سبل التعاون في المجالات التي يمكن التعاون فيها مع استمرار الخلافات في المجالات المختلفة بشأنها الأخرى. أشكرك جدا يا فندم أستاذ عطف عبد الجواد المحلل السياسي، كان معي من واشنطن على الهاتف. شكرا جزيلا.